الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكرمان على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، نحييكم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي السلام والأمن والطمأنينة والأمان إن شاء الله في قلوبكم وفي بيوتكم وفي كل أحوالكم إن شاء الله. صحيح أنه هذا الشهر العظيم المبارك شهر البركة والخير والنور، ولكن أيضا في هذا الشهر نشوف برشا من شبابنا ومن وليداتنا ومن أبنائنا يرجعوا للطريق المستقيم، يرجعوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يرجعوا للإيمان وللإسلام وللإحسان، يرجعوا إلى الطاعة. ولكن الرجعة هذه ما همش فاهمين كيفاش يتصرفوا، كيفاش يعملوا، منين يبداوا. هذاك علاش نشوفوهم نحن في خطب الجمعة ربما قبل شهر رمضان وحتى توا في شهر رمضان يجيوا للأئمة ويحكيوا معاهم، يقولوا لهم منين نبدأ، كيفاش نتصرف، كيفاش نعمل. فالإمام يبدأ يجاوب باجتهاده وبضيق الوقت. نحن باش نحاول إن شاء الله مع بعضنا في هذه الحصة المباركة إن شاء الله إن نحن نوجه شبابنا ووليداتنا إلى الطريق اللي ربما يكون هو أقصر طريق باش ينجموا يفهموا ويعرفوا ويعرفوا شنية المطلوب منهم وشنية اللي يستنى فيهم من الخيرات والبركات باتباع نهج هذا الدين القوي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدي، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي في حديث، شقول يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. راجل دخل لباس متاعه نظيف، شعره نظيف، معناه ما كانش في سفر ولا في غبابر ولا في كذا. حتى قال سيدنا عمر بن الخطاب يقول حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ونحن نعرف أن الجلسة هذه إنما هي جلسة طلب العلم. إيش قال الراجل هذا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إيش قال الراجل؟ قال صدقت صدقت. صحابة إيش قالوا؟ قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. أنت باش تقول له صدقت، علاش تسأل؟ كي أنت تعرف الإجابة علاش تسأل؟ يكمل سيدنا عمر رواية الحديث يقول قال فأخبرني عن الإيمان. قال رسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. إيش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إيش معناها؟ معناها الزوز رانا ما نعرفوش. قال الرجل قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال فسلم وانصرف. قال فلبثت مليا، سيدنا عمر بن الخطاب يقول لبثت مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سيدنا جبريل عليه السلام يا خياني جاء في الشيء في الشكل البشري في الهيئة البشرية في هذا اللباس وفي هذا الجمال والأناقة والنظافة متاع اللباس ومتاع الهندام لأجل طلب العلم. هو في حقيقة ما جاش باش يطلب، لا، جاء باش يعلم الصحابة الكرام ويعلمنا نحن من خلال الصحابة الكرام هذا الدين. شوفوا سيدنا شي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما ديننا كي نحبوا نفهموا قائم على أربع حاجات أساسية. الحاجة الأولى اللي هي الإسلام، تعرفوا خياني أنه بني الإسلام على خمسة. نحن كي نقول بني الإسلام يعني هو السقف على الأركان الخمسة هذوما اللي هما اللي كان يقول فيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذوكم يتسموا أركان الإسلام والإسلام هو فوقهم. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو مجموعة السلوكيات والقيم والمبادئ اللي تنتج بعد أداء هذه الخمسة. ما لا يا خويا ويا أختي اللي تسمعوا فيا، راه واجب عليك قبل ما تعمل أي حاجة، بعد ما تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، أنك أنت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت
انقطعت إليه سبيلا. حتى إذا كان الإيمان ناقص في قلبك، رد بالك تقول لا أنا نحب نؤمن قبل كي يدخل الإيمان في قلبي، وقتها أنا تنولي مسلم. ما تنساش راهو ثم ترتيب وثم درجات. أبش نقول لك عليه، لأن الله تعالى قال في سورة الحجرات، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا. شو معناها؟ يعني الإسلام هو أعمال الجوارح، الدين والسقين واللسان والعينين والوذنين، كلهم يزم يخضعوا ربي سبحانه وتعالى بالعبادات. فعليك بالعبادة، عليك بأداء هذه الأركان أعمال الجوارح. ثم ماذا شيء يصير؟ ثم يتعدى الشيء للقلب، أكل النور متاع الإيمان، أكل الأعمال اللي تعمل فيهم أنت كل يوم، راهو هذاكم فيهم فايدة كثيرة على القلب. يدخل النور متاع الإيمان للقلب، فيصبح الإنسان مع العلم ومع الفهم يرتقي في أركان الإيمان الستة اللي قالهم نقبيل سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال تؤمن بالله وملائكته، تولي تعرف من هو الله، تولي تعرف اللي ثم ملائكة تحفظك ما بين أيديك ومن خلفك إذا كنت تلتزم بذكر الله، تولي تعرف الكتب اللي ربي سبحانه وتعالى أنزل كتب على رسوله، تعرف في الرسل زاد أيضا، تعرف زاد أيضا أنه ثم يوم آخر وأنه فيه حساب وأنه فيه أنه الأعمال اللي عملناها الكل باش يشوفها ربي سبحانه وتعالى ويحاسبنا عليها. ثم عندك الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره شنو معناها؟ أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هي الإيمان. ثم إذا كان الإنسان ولا عنده هالإيمان هذا مخاطب في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، تلقى معهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد عليك من العمل الصالح. باهي ملكان شفنا إنه الإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب، إجا نتعداو للمرتبة الثالثة الكبيرة اللي نحن كلنا قاعدين نحاول نطور فيها ونقدم فيها، ألا وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تولي الحكاية مسألة الذوق الرفيع، مسألة الرفعة متاع الروح، مسألة الرفعة متاع الأخلاق. وقتها لابد عليك من أصحاب الخير والنور والبركة، من مشايخ الخير والنور والبركة يبدأ يساعد فيك بشوية بشوية أنك أنت تصلح نفسك، أنك أنت تصلح حك الشوائب اللي في الروح متاعك، وتبدأ تقدم بشوية بشوية إلى أن تجد تلكم النقطة الأخيرة اللي هي الساعة. راهو ساعة ما نخافوش منها وخياني، رد بالكم تخافوا، راهو ربي سبحانه وتعالى رب الكرم والنور والرأفة والرحمة واللطف. راهو الساعة هذيك راهي لقاء الله، راهو الجنان خالدين فيها أبدا، راهو لقاء الأحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وخيانا وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا اللي سبقونا إلى هذه يعني الحياة الأخرى. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يثبت أقدامنا وخياني على الصراط المستقيم، على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان. وإن شاء الله ربي علمنا في هذا الشهر المبارك كيفاش نتأدب مع حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوليو كي نسمعوا أحاديث كيف هذه اللوج وكيفاش نعملوا بها وكيفاش نخدموا بها. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يهدينا جميعا، يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربي إن شاء الله يهدي أبنائنا وبناتنا. إن شاء الله ربي نزل السكينة والأمن والطمأنينة والرزق الوفير على بلادنا تونس الحبيبة الغالية وعلى كل أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى دائما يجمعنا في الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.